وبعدين يا استاذ امير. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ امين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي. يا اخي شنو فضل فريد على بقيه الطعام؟ شنو فضل عائشه على بقيه؟ والله انتوا كلاب بصراحه يعني. ماشي نشتغل عادي. نحط معلقه بصل. خلي بالكم خلي بالكم انا برنامج طهي. ف يعني انت لو عايز تخش بحجه وكلام من ده وتتكلم كلم برنامج شيوخ يعني، عشان شيخ يقدر يرد عليك كويس ويقدر يعني باذن الله يعني يظبطك يعني. فخلينا في الطهي بتاعي وخلينا في برنامج الطهي، ولكن عايز اقول لك حاجه واحده بس ولكل الشيعة على تتصل يعني، لو سواء حد اتصل او ما اتصلش بلاش كفايه يعني كفايه اللي في قلبنا من ناحيتكم، فبلاش تكتروه يعني، خلونا كده ساكتين عليكم، لان لو في حكم اسلامي صح يعني انتوا مش هكون لكم وجود ان شاء الله. واتقوا الله كده وخليكم كويسين يعني. انا عشت في العراق 4 سنين ونص، كان اجمل ايام حياتي والله يرحمه صدام حسين الله يرحمه، ما كانش مطلع لكم صوت. يا مصطفى فهو احنا كلنا عارفين انهم دول سفهاء، وانا برنامج الناس قناه الناس اين انت يعني، القناه دي انا حبيتها في الله وحبيت من يشترك فيها ومن يعني اللي بيسمعها كل المواطنين المسلمين في انحاء العالم كله. ربنا يكرمك. وانا مواطن بدوي من جنوب سيناء واحب جميع المسلمين ولا بد ان نغير على ديننا. الله يكرمك جميعا وشكرا. الله يكرمك حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. انا بشكرك جدا. خلاص احنا مش هنتكلم في الموضوع ده يعني، هو خلاص خليه يموت بغيظه بقى وكلام من ده. ماشي روح دور على ابوه فين اول بعدين يجي يتكلم معانا. ماشي هناخد معلقه صلصه هنا يا جماعه، معلقه صلصه، وانا استخدمت هنا صلصه روز جاردن عشان يبقى عندي اللون كويس. معلقه صلصه وخدت صلصه روز جاردن وقلبت كده. ام زياد السلام عليكم. ام زياد ايوه يا اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك؟ والله انا بخير الحمد لله. انا سعيده قوي ان انا بكلم حضرتك. مش وانا سعيد ان انا معاكم والله، ربنا يكرمك. طيب فضل. كنت عايزه اقول لحضرتك ان يعني رفقا برضو بالشيعة على ان هم توارثوا معلومات خاطئه. فاحنا يعني احنا دورنا ان احنا نوعيهم، لان احنا برضو هنتحاسب عليهم. تمام. فربنا يهديهم، واحنا كمان لازم علينا دور كبير. ما انت ما خدتش بالك لا يعلمون. ما خدتش بالك انا عملت ايه؟ هو انا اتصل، سمعت اخر الحته معلش، اتصل قبل كده من شهر كده. ايوه واتكلم على السيده حفصه. وانا عملت ايه؟ وانا قلت ربنا يهديه. وبعدين برضو مش يعني مش يختش على دمه ويقول مثلا والله ده برنامج طهي والراجل طلع محترم معايا وما يعني ما هاجبنيش، راح جاي تاني متكلم. تمام؟ فيعني ما فيعني بعدين بيتكلم مع مين يعني؟ بيتكلم على مين يعني؟ مش عليا. يعني بتكلم عليا هسكت والله العظيم يعني، هعرض عن ذلك والله، بس هو يعني الموضوع صعب شويه. فبنشكرك جدا جدا وبرضه ربنا يهديهم. استاذ رانيا السلام عليكم. سائق الدراجي راجل يصل السودان باذن الله ما يعيش في الدنيا دي لحظه، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل رقبته على ايدي. طب احنا ان لم يكن على ايدي انا على اولادي. في مليون في في, في, في مليار يا شيخ فوزي، يا اخي شيخ فوزي ده تم هذا تم هذه ما عادي يتغرب يحلم ربنا عليه وعلى صبره. ما خلى قناه فضائيه الا واتصل عليها. طب احنا في مليار في مليار يميز صوته بهذا النشاز. مليار عارف مجرد ما يسلم. انا بشكرك جدا. في مليار ونص مليار مسلم على مستوى العالم، فيا رب اللي يكون سمعنا دلوقتي ندعي له بحاجتين، يا ربنا هديه، يا ربنا يورينا فيهم يوم مثل يوم عاد وثمود. فبس يعني احنا يا رب كلكم تأمنوا، يا رب يا ربنا هديه، كلكم اللي سمعني يأمن عليه، يا رب يا رب هديه، ان لم تكن تهديه ماشي فورينا فيهم يوما مثل يوم عاد وثمود. بس أمنوا كلكم على الدعاء دوت، وان شاء الله ربنا قادر ان هو يهديهم او يورينا فيهم يوم مثل ايه؟ مثل ايام عاد وثمود. بس كده وخلاص، وربنا يهديهم بقى. هنقول ايه بقى؟ خلينا في الطهي بتاعنا وربنا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب يا عم الحاج، انت برنامج طبخ، طيب تسالني ليش انا اتصلت عليك؟ اولا انا اتصلت عليك لان الروايه تتكلم عن فضل الثريد على بقيه الطعام. انا ما اعرف شنو فضل الثريد على بقيه الطعام، هل الثريد
يعني إلى فضل معين على بقية الطعام، بحيث النبي صلى الله عليه وآله بعظمته بكماله بعلمه يستخدم أنه يريد يبين أنه فضل عائشة كفضل بقية الثريد على بقية الطعام. يعني رسول الله بلغته فصاحته ينزل إلى هكذا مثل، أنا أريد أعرف شنو فضل الثريد، يعني ما بيها شيء. هذا طبعا صحيح البخاري الطبعة الأصلية الصحيحة المطبوعة 1272 هجرية، دار أحياء التراث العربي. طبعا قبل ما تصير هناك بعض الأمور وصار بعض مسح بعض الروايات، هاي الطبعة الأصلية مطبوعة طبعا، حتى مو يعني طباعة حجرية يسمونها. طبعا في باب صحيح البخاري باب الأطعمة صفحة 625، خليك وياي لأن شوي الخط مو مطبوع، يعني طباعة خلنا نقول يعني عنها حجرية. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب هذا يعني أنا دبي أعرف شنو فضل الثريد على بقية الطعام، فأنت ليش تجاوبني بهالطريقة وأنت تتمنين قتلي والأخرى تفتي بقتلي؟ سبحان الله، صبح صبح يا عم الحاك. وفي إيه يا أخوانا؟ دي صحيح البخاري باب الأطعمة صفحة 625 الطباعة الحجرية الأصلية، لا حول ولا قوة إلا بالله.